ازاي تستخدم جهاز الاسكانر الموجود في الطوابع عن طريق الهاتف، او بصيغه تانية ازاي تستخدم برنامج الماسح الضوئي الموجود في طابعات الكانون 3x1 او 4x1 عن طريق الموبايل بدون ما تستخدم اي كابل ولا الكمبيوتر ولا اللابتوب، عن طريق الهاتف او الموبايل او التابلت من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. وقبل ما ابدا الحلقه معاكم لازم تعرفوا ان الخطوات دي في جميع طابعات كانون ليزر اللي هي طابعات البودره. لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نستخدم المسح الضوئي او ازاي نستخدم الاسكانر من خلال الموبايل او التابلت من خلال خاصية الراوتر الواي فاي. وقبل ما نبدأ في الخطوات لازم تكون عارف 5 حاجات مهمين جدا. واول حاجة ان الطابعة اللي هتستخدمها لازم يكون فيها خاصية الواي فاي. تاني حاجة لازم تتأكد ان الطابعة اللي عندك فيها سكانر او طوابع 3x1 او 4x1، ما ينفعش طوابع فقط. تالت حاجة لازم تتأكد ان الطابعة متصلة بالراوتر الواي فاي. رابع حاجة لازم تتأكد منها ان الموبايل او التابلت اللي انت عاوز تعمل من عليه سكان موصل على نفس شبكة الراوتر الواي فاي اللي متوصل عليه الطابعة. خامس حاجة ان الخطوات دي هي نفس خطوات التابلت، ولازم تكون عارف ان البرنامج ده متاح في نظام الاندرويد والايوس. خامس حاجة ان البرنامج ده مش بينزل على الكمبيوتر ولا اللابتوب ولا الماك، البرنامج ده خاص باجهزة السمارت فون فقط. سابع حاجة لازم تتأكد منها ان الطابعة ما يكونش فيها عطل، ولازم الحبارة تكون متركبة جوه الطابعة، وما ينفعش تعمل سكان بدون الحبارة. وبعد ما عرفنا 7 شروط مع بعض واتأكدت ان 7 شروط دول متاحين في الطابعة بتاعتك، هنروح لجهاز الموبايل اللي معاك او التابلت ونمشي خطوات واحدة واحدة مع بعض. فيلا بينا. فاول حاجة هنعملها مع بعض هنخش على الاب ستور او البلاي ستور اللي عندك، وهنكتب كلمة كانون ونعمل عليها سيرش، ونختار تالت اختيار معنا اللي هو كانون برنت بيزنس. بعد كده هنعمل تثبيت وننتظر لحد ما يثبت البرنامج. وزي ما انتم شايفين بعد ما ثبتنا البرنامج هنعمل فتح عادي جدا، وهنضغط على الاختيار اللي على اليمين تحت اجري، ثم اجري مره كمان، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يفتح معانا. هنروح على الكلمه اللي على الشمال فوق خالص مكتوب عليها سيلكت برينتر، ضغطه واحده هيقل عليها علامه طابعه وفوقها زائد او علامه اللي هو الزائد، وهنختار اول اختيار اوتو سيرش. فطبعا هتختار الطابعه بتاعتك، طبعا بتاعتي اسمها ام اف 410 سيريس، اختار عادي جدا اهيت، ثم هنختار الاختيار اللي على الشمال ايديت، وبكده الطابعه بتاعتنا اتثبتت على البرنامج الخاص بكانون. عايزين نعمل سكان ازاي؟ اول حاجه عشان تقدر تعمل سكان هتضغط على كلمه سكان اللي موجوده على اليمين ديت، ونعمل اوكي. وانا بيقول لك الملف ده عايز تحفظه فين، هتعمل استخدام هذا المجلد اللي موجود تحت خالص، هنعمل السماح. وزي ما انتم شايفين دي قائمه الاسكان ودي اعدادات الاسكان. تمام، عايزين نفهم الاعدادات دي ماشية ازاي عشان تقدر تعمل سكان وانت فاهم. اول حاجة اوريجينال بليسمنت، لو ضغطت ضغطة واحدة هيقول لك ان لو انت الطابعة بتاعتك فيها فيدر فهتختار فيدر، الطابعة بتاعتك ما فيهاش فيدر فمش هتلاقي الاختيارين اللي موجود اي دي اف 1 سايدد واي دي اف 2 سايدد، هتلاقي بس بلانت جلاسس اللي هي موجودة تحت خالص. طب ايه هو الاي دي اف دوت او ايه الفيدر او ايه البلانت جلاس؟ الفيدر هو الاي دي اف اوتوماتيك دوكمنت فيدر، ده اختصار لكلمة اي دي اف، وده معناه الجزء اللي موجود فوق الطابعة اللي بيسحب اكتر من ورقة في عملية واحدة. والبلان جلاس دوت الازاز اللي انت ممكن تصور منه وفي نفس الوقت بتستخدمه في الاسكان. فانت هتختار ايه؟ لو الطابعة بتاعتك فيها فيدر وش وظهر فهتختار انا عايز الفيدر ده وش وظهر، لو الطابعة بتاعتك فيها فيدر وش واحد فمش هيظهر لك تالت اختيار اللي هو الاي دي اف 2 سايدد. لو انت عايز تعمل سكان ورق فقط فهتختار تاني اختيار اي دي اف 1 سايدد، وتقدر تعمل سكان لاكتر من ورقة في عملية واحدة. اما البلان جلاسس اللي في الاخر ده خالص فده اي حاجة غير ورقية، كتاب، باسبور، بطاقة هوية، اي حاجه ما تتسحبش. يعني نفهم من موضوع ان الاي دي اف ده خاص بالورق، اما البلان جلاس خاص باي حاجه غير ورقيه. ولو حبيت تستخدم البلان جلاسس في الورق برضك مفيش مشكله، بس الاسهل لك الاي دي اف. فانا هختار الاي دي اف اهيت، سيلكت كلر تاني اختيار، وهيظهر قدامك اختيارين الكلر والجري سكيل. الكلر اللي هو الالوان، والجري سكيل بالتدريج الرمادي يعني الابيض والاسود. فلو انت الصوره اللي هتحطها عايزها زي ما هي سكان بالظبط هتطلع بالظبط بالالوان هتختار كلر، اما لو انت حبيت تطلع بالتدريج الرمادي ما فيهاش الوان خالص فهتختار تاني اختيار الجري سكيل، ده على حسب اختياراتك. تالت اختيار معانا اسمه ريزولوشن، وهو الدقه بتاعه الاسكانر، ولو ضغطت عليه ضغطه واحده هيظهر لك عندك 2، عندك 300 في 300 وده يعتبر اعلى حاجه، وعندك 150 في 150. لو انت اخترت 300 في 300 فهتلاقي الاسكان بطيء شويه، اما لو اخترت 150 في 150 فهتلاقي الاسكان سريع شويه، فهنختار 150 على 150. ورابع اختيار اوريجينال سايز، وده حجم الاسكان اللي انت عايز تعمله، عندك
عندك A4 والليتر والLGL جي ال، فبنختار A4 عامة. وخامس اختيار معانا اسمه فايل فورمات، لو ضغطنا ضغطة واحدة بيظهر لك الاسكان بصيغتين، صيغة البي دي اف اللي احنا عارفينها وصيغة الجي بي جي، والجي بي جي دي اللي هي الصور اللي هي يفتح لك الاسكان كصور زي صور الشخصية زي صور اللي بنصورها بالكاميرا او بالموبايل. اما البي دي اف ده فهو ملفات، فانت عايز جي بي جي ولا بي دي اف؟ هنختار جي بي جي مثلا. بنروح نحط الورقة في الفيدر زي ما انتم شايفين كده، بعد كده نضغط على كلمة اسكان اللي موجودة بالاسود تحت. وننتظر لحد ما نخلص المهمه ديت اهي، ودي الورقه اللي انا عملت لها سكان. الورقه دي بتتحفظ في ملفات في الاستوديو او في الالبوم، ده بالنسبه للصور الجي بي جي. ولو بصينا فوق خالص هنلاقي كلمه جي بي جي، يعني ايه الصوره؟ طب افرض انا عايز ملف، هعمل ايه؟ نرجع خطوه لورا ونختار خامس اختيار او اخر اختيار اسمه فايل فورمات، ونختار اختيار بي دي اف، ونرجع نحط الورقه في الفيدر تاني ونعمل سكان. وزي ما انتم شايفين الاسكان بتاعنا انتهى. ولو لاحظتوا فوق هتلاقي كلمه بي دي اف، كده عرفنا ازاي نعمل اسكان. وعلى ما اتوقع ان الاسكان ده يعتبر اسهل حاجه تقدر تعملها من الموبايل. وبكده انتهينا من موضوع النهارده، اتمنى تكون استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.